هذا سائل يقول: ما الدليل على أن الإيمان يزيد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ يا أخي ما تقرأ قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. شوف، زادتهم إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد وينقص. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم، المنافقين يعني، أيكم زادته هذه إيمانا، هذه الآية أو هذه السورة، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون بنزولها. فدل على أن الإيمان يزيد، والذي يزيد ينقص. وجاء في الحديث: أضعف الإيمان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان منه أعلى ومنه أدنى. نعم.